ياه شنتو رب الابيض يو اس سي ار شريكي اف بي اي ايسا ميدرو ها هيا بينا سكوبيو. كتاب كبير اللي يقول القرايه يعني نعمه من عند الله، شعارنا هو القى سلبا حد حاشيه، شي خلينا اللي كتردد خلينا اللي كتدلع، تسيري فاش كي نكبر نخرج فلاح، بلا ما تنساو تبدو شبر بعنسه، في التاريخ خرجني بيع البتيخي سوسناته، ويا ذاتي تبانا في الرياض يا ذاتي سين راشي، كي ندخل للدار تقول لي ما واش قريت، قلت اسد نروح للمحطه اللي لا تم خريت، هذا اللي سي ولا بيسي وعلى ما تسموش علينا. لي سوار قام عشبوني سيستان بكاش كما تعصفو سوا تشوف حالة القائل اللي جبد فكرة العامة هو رقم الزوم اروح تشوف حالة الحمال اعطوه الديبلون تعشي كور تغيد التلميذ يجيب تسعة فاصل ما عندك مدي صحبي ريح وعاود عدنا ليه هود بزاف دار مالي عنده في مصر نفلي نسرقه قرطة بتخير سلام بتخير انا كي نخرج في وانا زليف انا مريض انا فرنسي كل مرضى نداوي وهو مازال مريض ايوه كنت كور لقد اصبح النوم قادي في اللحمه غير خلوني خوتي نرتاح راهي السبعة تاع الصباح اجي عندي العشون صبح فيها لاقيان قولي يا ولاد ايا نور النور قلت بالتكسير ومازالني طفي النور كورطة ونجي دخل بعمة معمارة ولا حمارة المراحة بنصيرو داك لا يحب حلوة ولا شي كولا سعاد وتبتيرك من تمك ندخل الكلاسة ماني فاهم فيها والو الظروف كامل هبطال والاساتذة دعيو كاب بالزيادة اللي جابوهم جديد في براس الوحلة ولا بالرويان نبغي نقارع وانت ندخل وانت نخرج بالزيادة يقول لك هو الطبيعي تجي ندخل الكلاسة تحسب راك في لاكريت تحسب راك في حد تعب بالعباس خدي ماشي ايكور امالا ما تدفق من العساس للديركتير امالا بيتش من ميريني بندريس راس بندريس تحسب ديرك كسلة تعلي في بيت يو سيت كائسون حياتي في الدراسة أملة بريطة جميلة في الكلاسة تحرشيش والكربير لازم لي طافية بصاب تحسب ماني مسمع والو تحسب نسكن تحت التراب زاد مداش بقل وكاسك معتم ومسال وتبع شيرير يقف في الكولوار عينو أكو شادر واط يبغي ساعة ساعة ويقطع ورقة تاع الديبون تنولي قصة خمسة نولي للدار نسمع أي سامعي هو كل يوم واش قريت وانا راسي ضامي وميت بالجوع استاذتي تبراه اعطيني علامة الاشارة استاذتي العزيزة هل انتي بغلة ام حمارة هيا اعطيني استشارة افضي له ثمانية في هذه الظروف تؤثر غفيان وهذه الفضائيون هل قرأوا يدورون في المريخ وبزيادة يكونون فيه يقولوا لي بابا ويما هادو كل القراءة ما لو خلوني انا اشجع التوبيخ ها واش تهم للفضاء هل انتم بقولة خليتوا الارض المسطولة وحقا حقا مثلك بالكوكايين تضرب قرعة سرة في اللي سي ويقولوا لك انه خارج الرمضان يا واش صاحبي رانا انت عقوب ما تسعاش واه